السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعلم عن إعدادات الصورة في بلوجر. نتعلم عن الفرق بين النص البديل ونص العنوان. ثم ترون هذه الصورة، نقوم بتحديدها والذهاب إلى تغيير النص البديل. نقوم بكتابة مثلا إعدادات البديل، والنص العنوان نقوم بكتابة إعدادات العنوان، وثم نستطيع من تغيير حجم الصورة من الصغير إلى الحجم الأصلي، والأفضل يكون المتوسط. وثم نقوم باستعراض المدونة، تأكيد وثم من الذهاب إلى الصورة كما نرى إعدادات الصورة تخرج لنا. ولرؤية إعدادات البديل نقوم بالذهاب إلى فحص وثم برؤية إعدادات البديل. Alt للصورة أو النص البديل. والآن نقوم بالتعلم عن منع استعراض الصورة. كما ترون هنا باستعراضها، ثم بالذهاب إلى تحديد الصورة وثم إزالة الارتباط. نقوم بتعديل الصورة بعد إزالة الارتباط كما ترون، ونقوم بإعادة المدونة كما ترون هنا بإزالة الارتباط. لاستعراض الصورة نذهب إلى فحص وثم إلى Edit as HTML، وثم من نسخ هذا العنوان عنوان الصورة، وثم الانتقال إلى الرابط، وقمنا باستعراض الصورة. ومع السلامة، نراكم في فيديو آخر إن شاء الله.